سغال يو تبانكي بشان تبانات وحمقالة ده هرقيسي عاصمة ده سومالي لان كفرمي شروينها قولها دحي حسبيقا معارض كي وداني كاسيون نقوني شروينيه كوبات حسبيقا سي اي كدورتان حبناه هو قامين دونا حسبيقا معارض كي وداني شانتا سنين سو سعوتا ديبانو ايقنو مال مكهور قبن قابيني شروينها قولها دحي حسبيقا وداني وحاكو صو بيري سياسي سومالي لان كنول يحبنيه كعرو دي شروينيه حسبيقا كلميه اي لبحي قربكا اسبحيسيقا حسبيقا كلميه كواسوي هوركا عيان وسيركي هوري وسارد عدالة سومالي لان حسين أحمد عيديد يحرس حاجي علي حسن كواسيو لغو سوردوي حسبيقا وداني لونا قبتي حفلت لغو ماموسيو مسؤولين تاسي دوكالي وحاكو صابيري حبناكلو سياسينو اي كميدا هايين حلبان عبدقادير جردي اسماعيل هرابوبا اي مسؤولين كالي مناسبة داسي كديب وحا حسبيقا وداني ساقالي طبنكي بشان طبانات الدبا ياقادا كفر ما يوتيل كمان صوري مقالة ده هرقيسا كورانا اسكوغي ما دين دمان بيرقوين كاشيروينها قولها دحيكا غيب غاليا كواسيو ككلايمي دالك قدهيسا ايو ديبا ديسا شيروينهان ايا اللبادي مالموت ايوغو هرريسي وحاو كفعي وطيل كمانصور مالنتي اربعادي وحاو كفرمي او لغو قبتي حفلد لغو ده فرأيو شيروينها قولها دحي سيدو كلي مالنتي خميستي وطيل كمانصور وحا لغو قبتي برنامج لغو انسيحين ايي حير كحسبيغا ايا برنامج كحسبيغا وداني وكوهو قامين دونا دالكا مالنتي جمعاها اهيد ايا قودا هان بالانستي وحانا مالنتي سبتدا كفرمي شروينها قولها دحي اي حسبيقا وداني او كقبصومي و تيل كان باسو دور اي مقالة ده هرقيسا شروينها سيايا لغو دورتي حبناه هو قامين دونا حسبيقا معارض كا اي وداني او كميديا هاي هو قاميها حسبيقا او لو دورتي حرسي حاتي علي حسن اي حلبان عبدقادير جردي او لو دورتي قدوميها كوميل غاركا حسبيقا وداني سيدو كلا وحال كاسي لغوش لشيغي او لغو دورتي مشارحين تا مدحويني ايكو حيجين اي حسبيقا معارد كي وداني دورا شادا صوص عطا اتر تامي دونا بل سي وحال كاسي كدشي موران اي دوت كتاجن حسبيقا وداني اي قرب كا سيدو كلا خلاف كان كده قرحي حسبيقا وداني ايا وحا كبية ديدي قدومي اكو حيجين كوباد اي حسبيقا معارد كي وداني احمد مومن سيد دور الشرع سيساعدو قبل يديري واحد تقولوشي تاغير يا شايدي وبقول يسيديتني كوة كارل كبان لو ديدي لبدي تاغيين سيدا درتين وحالك الصباحي ووح غير شرعية واحد دالة ضره وحيرا نوحو كلابسي دعا دري سوماليان قوينيد شر سنة كسر القمي شر سنة معارضها شر تي سنة معارض كان بيقى وشوي ما دو حالي قبدلي لين عانا تاغير يحج قبل كاود كسوهين وحنا بلان قاضية دو كلا وحا حسبيقا كا عروضي حبنا كسو قيب غلاي شروينها قولها دحي اي حسبيقا معارض كي وداني سوابتا عن عوضينا اي وحاوي لابا جير بالي هوس مريي يا تسلي داوي كوس مريي حسبيقا سيدي عرصدي بحبرك اوغو هرى السما كي اي دورينيين كوي اي دورينيين اني قتاس يا نمبر وان طلاباتنا وحاوي قفتا عن عوضيني ان انا عوضيني أنا جي إنتي راح سايدا صوبت كنت ويجي إنكار كيجي أنواعي. مسوق ورقة. لعبتي وأنا قاعد بقول قاعد بقول لعبتي حلي ما نبغى. وعلى حلي ما نبغى يقول هذا يعني كذا صوب حيدو بدي جبلي بدي هو عطك بدنا. وحي ما سوق أي حلي وطري ما سوق إلا يبي كلام أنت بس عين. ما ساعتنا أنا قبلنا واحد سكع السنين فبين نبدي يوم اللي أنا هيسلي ولا وطري وصاب سلام ولا. كتي مرك أنا كخاين نبغى يقولوا كبش كبا. حلي ما تعود وتشي قال كرر يا. وتشي liban bade muuse gaafani waa mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka boorama kana soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday dalka gaar ahaan degmada boorama waxana uu ka mid ahaa xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani ee dhawaan ka qayb galay shirweynahaasi golaha dhexe balse waxaanu wareysigeenan barnaamijka falanqaynta siyaasadda uu kaga waramayaa حالته حسبك وطني يا مستقبل كدير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا أشيقي وري أحمد ديري على التريق
waxaan ka tirsanaa gooyaha deegaankan ka tirsanahay waxaan ka soo baxay xisbigii mucaaridka ahaa ee wadanay xisbiga mucaaridka wadanay xaalka uu ku sugan yahay wuxuu noqday xisbigii kulka hore aan madrigtay salballaarnayn buu noqday hadeertana xisbi dadna ina galayso tiro yari in tiro badanna ka baxayso noqday xaaladaas ku sugan yahay wadanay maanta kolka maxaa keenaba socon kartaa xaaladda maanta adag ee uu xisbigiina wadanay uu galay labada garab ugu kala jabsan yahay kulli taani waxaan u aaneynayaa waa talo aw nin kale hati hayo oo dhinac ka raran talada xisbigu waxay ku dhammaataa xiro waxayna ka bilaabataa xiro cid wax la ogina ma jirto cidda ugu dhow ee wax la ogina waa cid isaga qalaysa waa cidda ku xeersan oo biddambeedkiisa yihii waa cidda kula talisay maanta in xisbigii laga yaaxo ciddaas unbaa iskale mas-uuliyadda iyo dildilaaca iyo burburka xisbigaasi aad iyo aad iyo aadna waan uga xumahay in qaabkaasi xisbigii mucaaridka ahaa ee wadani uu ku dambeeyo bal waxaad ugu hore waxaad nooga warartaa qaabkii uu u dhacay shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey hoteelka ambasador ee magaalada hargeysa laguna doortay guddoomiyaha kumeelgaarka hogaamiyaha xisbiga musharaxa madaxweynaha iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani ka shaksi ahaan waxaan aaminsanaya ilaa iminka in gola dhexe oo sharci ah oo rasmi ah oona xisbiga wadani lahayn waxaana ka tirsanaa badyoogii muddadii ugu dambeysay uu ku hurgelaya xaaladda wadani si layskugu hadlayn kara siyaasaddiisu in anigu ku badbaadi karo dalku ku badbaadi karo dadka la dooranaya dadka badbaadin karaan laakiinse waxaan soo ogaaday inay siyaasadda wadani tahay dhado dhadaduna markuu roob yimaado ceedi soo baxdo waa iska baaba'daa waxaana weeyaan waxaan aaminsanaya ilaa iminka dadkii hoolasha lagu xireeyey oo bilamaara weliba maalintii dambe wax dooranayay inay ahaayeen dad meel laga soo kaxeeyey oon hore ugu jirin wadani waxaana taa markhaati kaaga ah xataa waxaan ku arkayay dadyow ka socday gobolkeennan oo aanan weligii wadani ku dhex arin meel xaflood lagu qabtay inaana garanayn oo maad aragtay markii dambe golihii dhexe ayaan ka mid nahay lahaa waxaana ka mid ahaa dadyow fara badan oo aad iyo aad iyo aad u ragaadiyey xisbiga wadani oo markii dambe aad arkaysay iyaga oo dhex boodaya shirkii aanan maad aragtay aadka loo agaasimin in laga fiirsan ee halkaa ka qabsoonay shirkaasi waa dhaliishay runtii shirku wuxuu socday muddo laba muddo saddex cisho ka badan buu socday waad u joogtay maalintii la furayay ilaa maalmaha maxaad dhaliishan maanta aad u hayso ee aad maanta aad ii sheegayso aad horey ugu sheegi weyday xildhiba kee wari ahaan kulayto shirku horta aan ku saxay muu socon saddex maalmood maalin baa meel laga furay maalin labaadna waa loo yeedhay dadka barnaamijyo ay saddex qof oo beesha dhexe ka tirsani soo qabanqaabiyey baa lagu dul aqriyey oo na lagu dul ansixiyey adiga laftaada waxaan ku yidhi waxaan rabaa inaan hadlo adigusa maalintii waad iga dhacday waxaan ku yidhi inaan hawsha qaabka wax u socdaan ka hadlo ayaan rabaa weriye laakiin waan sugay labadeennu oo taasi noomay qabsoomin waxaa la nastay laba maalmood oo la rabay dad beelaysan oo beel kale haata ah oo beesha dhexe oo khaasa weliba beesha u cirra ka soo jeeda oo khaasa beeshooda dhanna maaha de intii wax la qalibaysay shaxdii intay dejinayeen baa laba maalmood la hakiyey shaxdii markay dejiyeenna shaxdii sida aad arkaysa adiguba ayay u dhacday markaas maalintaasi anigu waxaan kugu yidhi wanoo inaan waxa soo socdaa wax ka sii ifaaloodaan rabaa adiguna waa adigii daan sugeyn halkaas su-aashaas saasaan kaga jawaabay runtii waxaad sheegtay dad badan oo aad xisbigaana ku arki jirin oo golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani way ka tirsan yihiin aad leedahay ood golihii dhexe ku aragtay miyaana maxaad ku caddaynaysaa in dadka iyo dad kale meelo kale laga keenay oo inay intaasi ahayn ergadii golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani anigu aan rabin inaan been sheego oo ma rabo inaan been sheego waxaan weydiiyey mid ka mid a fulinta oo mas-uulkii hawsha u qaabilsanaa ah kriteriyaha lagu noqdo golaha dhexe ee xisbiga wadani bal ii sheeg baan kuuli ma labadan boqol iyo afartankan dollar ee qofka laga qaadaya qofku ku noqonaya mise cid baa soo dhabar taabanaysa aniga wuxuu arrinkaas waa arrin waa xog hoose waxaan ku sheegay wuxuu ii sheegay in ay ciro arrinkaasi ku xidhan yahay bes xisbiguna wuu ka ballaadhan yahay wax nin kale haata u afduubnaada marka uu afduubnidii iyo inuu nin kale haata ku xidhan yahaydii waxay keentay dibdilaaca aad xalay arkaysay inay xataa ka baxeen dadyoogii xisbigu ku tiirsanaa inay ka baxeen ay keentay markaas waa taasi taa keenaysaa inay cid waliba gasho kriteriya ma jirin waxay ahayd wax ciddu isagu ciro maad aragtay doono una ay gelaysay
ولا حد حنا وحبنا من سنة هاي أنا كل كورن وان كلها العدي أنا وذا جبني أو حنقول وار وحني لسام قيس من وكان لين اللي إحنا نوينه هاي سنة هاي لأن ما أنفع عنكم بلاد قلب البيت كادن ونا هاي أينو بيرسنا لكن كل يتو حالة ما دركت إسكان تحامن ودك الرئة وده لو وصل لذي هيا كل كي بدحها نلاص ودقي ولقو مشهورين وحنا نام سنة إلا إمكا وأني مكتيب جو باقيا إن قلا دحه شير قلا دحه حسب جوادني الوقفته أو حلال آ أو لا صح ولاي أو حسب النمذا يا واحد تهاي ودنا نمذا قرنا يا هذيك ره وحن كوش شجيا وان ميل ولا منك شجيا إن أن لجو آميني كرين إن ما دركت قدوميها برلمان كإمكا عرو حسب جوادني إنه قدوميها كسيا هذا ينو مرشح كسيا هذا يترى ذا ذلك إن قعدت لجريو لجو ما آميني كرو ma wax leedahay xubnihii dhawaanka soo qayb galay ee 600 kor u dhaafay ee irgida golaha dhexe ahayd waxay ahaayeen kuwo meelo kale laga keenay ama dad aan matarin xubnihii golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ma arimahaas maxaad ku beeneenaysa waxa ku beeneenaya waxa dad hal habeen lagu keenay habeenkii sabtida ee ay aroorta sabti noqonaysay 22 bisha noqonaysay ayaa habeenimadii kaambeen lagu keenay waana dad hal qorshe laga lahaa bis qorshe uu ku fulin yaa ku keenay cid ku keento waayo waxa ku keenay gudoomiyaha xisbiga waa ciro ilaaymika anuu ciro ma aramsan gudoomiyaha waa wixii ka meelahan lagu amaamudayo dhani waxay ahaayeen wax halbacaad lagu dhisaan erona mushkilad baa ku dhacday oo dadkii xisbiga ku sii jiray iyo dadkii ku soo biiray ayu kala giran way mushkilad ayaa shaqo taas qadarkaysay dadkii hoggaanta wahaa sida Saciid Cilmi Roblo kale xisbiga dadkii uu kala jehaadi jiray ayaa isagii maanta inuu ka eegan ayuu dhacday taasina waxay ka dhigtay xisbigii inuu burburiyo dildilac ku yimaado uma maleeynaa cid ka baxaysa cid u dhigantaa inay xisbiga marnaba soo galayso jumhuuriyadda Soomaaliland oo dhanna dan uma aha qaabka xisbiga imika wax loogu wada waye ro umbad ee inta badan aan soo jeedin saaxiibaan ro ka socdo miyeyna gudoomiye ku xigeen una jirin miyeyna jirin xogaya xisbi xubno kale oo xisbiga iyagu hawshaas gacanta ku hayay miyeyna jirin oo dhalay shayna qayb ka ahayn horta geel duqbal loo tumaa kursigana irra raba madaxweynaha inuu bedelo ahmed maxamed maxamed siilaani ka raba waa isaga dariiqadii uu ku bedeli lahaana waa uu garan maray eeda oo dhan wuxuu ku qaadanaya isaga weeyaa cid kasta oo fulinta kamid ah oo u tagay waxay ii sheegeen in aan arinka cirro soo wajiyo war waxa weydiyeen nambarka golaha dhexe ee xisbiga waa imisa cirro soo wajiyo golaha dhexe inaan cid ku darsadaan raba ee ayaan u tagaa cirro soo wajiyo hadii ay hadalkayga cid kadaba timaadaan arkana magacdoodan sheegi doonaa insha Allah ta'ala aan kulka aan cirro adigu ma weydiisay arimahaasi cida golaha dhexe inta uu ku kooban yahay inta xubnoodu ku kooban yahay cirro anagu fursad aan isku helnay fursad la isku bedayay baan isku helnay laakiin wuxuu sheegay sheegay inuu golaha dhexe sidii la isku ogaa u yahay bis sidii la isku ogaa horena anagu xubtaanu helnay waxa ahayd inuu noqon doono 460 xubnood markana dadkii jooga baad kamid ahayd dad gola dhexe iyo xisbinimada garanayo meesha xataa dadka meesha eegaya ayaanan astaantii dawladnimo iyo astaantii xisbinimada ay ka muuqan oo dadkiisa qaabka wax socdin xildhibaan adigu waad ogeyd qaabkii uu shirku u dhacay qaabkaas waa qaab gacantaago xalaala sida u muuqato ay dadweynaha reer Soomaaliland ay qabaan kolka adigu qaabka xalaasha maxaad ku jiraysaa ugu leedahay qaab xaaraan u ahaa shir xaaraan la soo abaabulay buu ahaa gacantaag buu ahaa inta ergadintay doontaa ka koobnaato xisbiga nin walba waxba ku soo kororsanaya kolka idigu inaad tirada ku kororsataan maxay idin ka horjoogay horta bidan ku sheego gacantaagu waxna uu xalaaleeya waxna uu xaraantinimaya laakiin goortu uu xalaaleeyo goortu uu xaraantinimaya waa goorta qofkani ma xisbiga oo leh jeclu xisbiga ka qaba mise xisbiba ma ahayn fariin buu fulinaya waxaan kuu sheegayaa gacan la taago maaha waxaan kuu sheegayaa dadka gacanta taagay madaxweyne ku xigeenna ay ku meel mariyeen dad gaaraya 580 qof halkaa ma waxaad leedahay intii intaas hawshaasi socotay oo dhan kama warqabin horta mid baan kuu sheegayaa cid waxaan ka warqabtay ma jirto taas waa xaqiiqo xataa ninkeli yidhi 560 baa u codeeyay ciro أقسم بالله العظيم إنه بما والله يا أنا بقول كم كجري كار كم أجري كار كي قدرت كي كار كلاجر ربان كم إذا كاري شو دي وين أنا قاعد يقدر بدنا حتى فريت كم إذا بكم إذا سيستم واحد لو خل خلينا يبغى سيستم فاه هذا أنا أريد أن هيسين وان قلي سنة دورة ما كوكر سيدت كي كرام كوكر ما كوكر ما فهمتي ما عدين كرو إيران عدين كرين أو أقسم بالله يا إن أنا هول كعدة كشاء دورة تاهم رجلين تريدون ما عدين كرو إيران عدين كرين عيد كلا الله دورتي من عدين كرين لكن عدة كفر أحسن
قابك وح أدعن فتوقع بلينا يعني قابك وح أدعن أروق مي إن عد حاسد يو إن عد وهذا يو كما هذا ما دام أنا هاي رددي حسب جودني ما دام أنا هاي نكلا بعد قبل كأودك وقعد كبدنا حسب جودني وحن ك ك ما دريت كتع سينا يا ذاتك يودني لورنجري هج مدوي لو شو ويا حسبي وحن أرجني on all وربعين تكور مبلي قدامي كحجين ككوبات حسبي معارض كي ودني أحمد مومي سيد أول الشركة سي والله وان قاطعي والله فطوبي مصغما صغبا دعي سقاب كل لوجو تلاقي له ولا قل أنا عبد الرحمن دفاعي خلاص ما أنت كده علي عدالة تري نقول بحسب كده علي واحد واحد كل شيء تاجر يا شيدي وبقول يزيدتني كوا كارك يبقى لودي دبتي تاجرين سيدات وحال الصباح ووح غير شرعي وعدالة ضرر وعيرا نروح عيرا نروح طلاب صي تعال دري سو ما اللي نقول نت شر سنة شر الجمي شر سنة عارضها شر تي سنة عارض كان بيجي قوش غي ما أنت واحد اللي بدلي لين أنا تاجر gobol ka wada ku soo hoyin waxaan balan qaadaya way ino boorimiyo wadari adigu ka aragtay ahaan maxaad ka aaminsan tahay hadalka gudoomiye seed ka soo yeelay horta gudoomiye seed waxa gudoomiye labaad ee xisbiga wadani buu ahaa ee wixii ka soo yeelay inaad saxaafada iyo adduunka uu arkaya gudoomiye seedna wuxuu isagu xisbiga ku dhaleeceynayo ku daba soconayo waa siyaasi aragti fog leh sanan ugu aaminsanahay taasi isaga war bixinta ka badan isaga weydiin doonta waxaan ku sheegayaa oo aan hoosta ka xariiqaya xogta gudoomiyihii labaad ee xisbiga wadani ka waayay cid imika ku soo biirtay cid imika ku soo dhacday midna kama heli doonto ninka maanta ku qosla ee ku farxa qaabka wadani wax loogu doortay meelin aan dhawayn buu maalin aan dheerin buu ooyi doonaa cadaalada meesha badacda leedahay musuqmaasuq baa dhacay idinku arrimahaasi markii shirka laga soo baxay gudoomiye ciro inaad kala hadashaan maxaad ku diidantiin ama gudoomiye ciro ma u tagteen oo ma ku qanciso mad raadeen warbal shirkii ma jira wuu khalkhalay ah ee dib ha loo soco hadalkayga baa kuu ka ah waxaan u sheegaynaa gudoomiye ciro inuu shir labaad qabto ilaa imika aanu ku celcelinayn shirkii golaha dhexeynu qabto golaha dhexeynu isbado golaha dhexe haddaan tusaale aan kugu soo qaato xisbiga kulmiyo oo kale أنا كل ميمي وداني بنا، ستيل وداني بنا، حق باي جيجي، حقوق بان كلها، حقوق بان نسكلنا، هذه لكن مجرى حبابين تيلي مجرى حبابي، لا يجود دايو ولا راسا ولا ده حقو عن صحي، واحد شجع يا سيدان أنا يقول إيه مجرى حبابي، أنا هنا نحس بقوم مجرى حبابي، وابلن إلى يتس، حقوق دي أن لها حقوق دي نحس بيقول عبا، عدة مجرى حبابي سي أيون إلى سبحانه وتعالى يجيبه. أن قرطة waxaa la sheegaa xisbiga mucaaradka ee wadani mustanbeed bay taradu ka go'daa ugu horeeya gudoomiye ciro iyo beeshiisa kolkaa miyaan la isoodhan karin loolankii loogu jiray kursiga madaxweyne ku-xigeenka ama kursiga musharaxa madaxweyne waxa go'aamisay beesha gudoomiye ciro iyo beeshiisa cidda go'aankaa gaadhay waa cid aan ciradan u ahayn xisbigana dan u ahayn dalkana aanu dan u ahayn waxaana kuu sheegayaa hadalkii hore waxa ku jirtay xisbiga kulmiye markuu golihiisa dhexe soo dooranayay saddex bilood afar bilood baa laga shawrayay cidda noqonaysa golaha dhexe habeen kale hataa lagu soo xiro kuwan ma ku aamini karnaa cidda waxaa gudoomisay iyo cidda waxaa raalli ka noqotay inay masiirkeenna ka diinteenna iyo ka dalkeenna iyo ka dadkeenna inaan ku aamino oo ciro kow ka yar kuma aamini karnaa kuleh golihii hore ee xisbiga mucaaradka ee wadaniya dhexe wuxuu ka koobnaa 201 qof waxaa lagu kordhiyay 200 xubnood oo golaha dhexe ah oo ah sida aad sheegayso 406 adigu guud ahaan isku noqonaysa kolka tiradan kale gudoomiye ciro yaa kolo go'aamiyey oo aad dhalisha saaraysaa ciro ku sugan cid kasta oo kolka hore u shaqayn jirtay xukuumadii naga horreeyay oo gacantana gacan bidixaysay shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadani way ka shallayn doonaan waynu og yahay ciro halkana ka magacaabi maayo cidda soo booda uma jawaabta siin doonaa insha allahu tacaala ee warkaygaasi dhigo warkaygaas waa war dhiilo xambaarsan waxaan dhiilo u dirayaa cid kasta oo soo qabanqaabisay shirkii afduubka ahaa ee hoolka ambaasador lagu galay cid kasta oo soo qabanqaabisay ciddaasi guuldarre ka shaqeeya xisbiga oo dan ina guuldarre u soo hoyan haddii dhinaca kale aan hoosta ka xariiqo ciro halku isdhigay ciro wuxuu isdhigay talo aan meel dheer gaadhayn buu yuu run mooday dhalanteed buuna run mooday in la helaa murashaxa madaxweyne ku-xigeen inuu axmed muumi seed helo iyo inuu maxamed cali helo anu waa laba ninoo ibibor laba ninoo tola
وأنا سمرونا سيدو عربة هبريوني سكو كان بيجري أنا سمرونا هانو جو هذا يعني بيان تانك سكدينو لكن قابك وحلا دورتي حر إيه حلال ماهي عدة وح دورتنا عد حلال وماهي ولا هذا حنا ماي هين عد كستنا شو ويدي ككل واقعي العرو أو واحد دورتي ليح بقول يسجل لا تنقف مي دورن هول كووب وحي أدقون جوب جوك بات كاهيد dadka kaarar ka sitay banaankii joogin dad aan kaarar sidana gudaha ku jirin sidee lagu kala garanay inay golay dhex kamidiin inay fadqala la xisbiga dhexdiisa ka abuureen in dadka la isku garaacayo golaha dhexe waa mu'taminiin waa dad la aaminay oo lagu aaminay mustaqbalkii ummadan Soomaaliland oo waxi dooranayaan labadii qof ee lagu aamin ila mustaqbalka ummada Soomaaliland hadii la soo gacan bidixiyo waan ku cidcelinaya hadii hal habeen lagu keenay waan ku cidcelinaya way gacan bidixiyeen bidix meel kuma gaarsiiso way قولينه دحش ويني وحلا قدر في مشرح محمد علي أو عبدي يا مشرح عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أو سكر مدح وينها نقولية حقيقة سنة محمد علي كل خا ما دور شرع سك سكو حس بيجي معارض كي وطني لبق جربه أكل تبي وجرب أنتو سنتة يعد أنت حس بيجي معارض كي وطني كأرك أهان هذا بميسان تل ما وري واحد كسي كتا حس بيجي حس جرب كاسات كميت mid baan horta ku sheegay golaha dhexe mar dambe inaad saxafada ka tiraadin waa dambiba sharciyan waa dambiba golaha dhexe waa inay isaga la ansixiyo golaha dhexe waa inuu noqdo dad xisbiga ka tirsanaa oo maal iyo muruq iyo nafba geliyo ciddu doonaa noqdo beeshan aanu ka soo jeedo ma hadlay xisbiga waa dani baa ma hadlaya halka laga tuuray hadba fahamtay waxaanan ku sheegayaa in uu ciro dib dadka ugu beeraya hadaynu aamino oo aynu doorin lahayn wixii loorin jiray qabiilaysiga ee la doonayay lagu hormaro marka waxa weyn shirki halkaa lagu qabtay horta dhaxabada waniga saxaya shirki halkaa lagu qabtay shir xaraan waa hadii shirkaaba wax lagu doortay leey oo saa lagu xalalsanayo waa amadan u shuu waa waji gaara hadii leey golahi dhaxa wax doortay waa xaraan weyn qodobka kale ee aad meesha ku soo dhaxa xaraan tirmeenay waxa xaraan tirmeenay muxuu yahay har habeen baa dadka lagu keenay ku dhir golaha dhaxa ma hayn sidee leey kolka lama ansixin miya golahaani golaha ansaxaba ma hayn cidda oranaysa golaha waa la ansixin oo waa la shandhay oo waa laga fakiray فهم قولهن قول 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 سالم وقول الله دانا يو إنا يسوع دارتان لبدي يقف أمد سومالي لان دين تو يدل كوجا يدل كوجا دشة أريدن لين أي يسوع دارنا هل هابين هدي لبوك هم بيجري يكور ما يسوع دارن كران فرين لا يفرما فرين يا بس دت كده ما تود فرين لا فري فرين حزبي نيمة ده ما بيجري حزبي كبار هو مجري أنا أويديا كله وعود كريتيريا لقول نقول يا قولها دحيح ودن وارم بقول يا فرتن كان دولار دت كده قاعد يسامبا ma beelaha soo qoray mooday dhaqameedyada soo qoray ma siyaasiinta soo qoray ciray inii u hay u harsantay u doona laygu marka waa tala nin kale haatay ka guaysa oo nin kale haatay ku dhamaanaysa inta ku xeersana ay yiri intii xukuumadii hore u soo shaqeyso qalaysa wax lagu eedeyn karana maaha gida buurshina arrinka waxa la wax ku ogyahay ma jiro haddana waxa soo bandhigi doona laba buug wuxuu ka soo baxay xisbiga wadani mid xeer baa leedahay midna wax leedahay wax kar waha labada buugta la qorayo waxa la qoray meel alla meel dadka gobolada galbeedka dega ay kaga qorayeen iyo meel alla meel ay kaga jireen wallahi bay ka tahay labaatan cisho ku dhawaad baan magaalada Hargeysa fadhiyay waxaan u fadhiyay arrinka inuu ku urgalo waxay u arkeen dadka qaarkood campaign inaan ku jiro dabcan waan ku jiray campaign laakiin waxa ii dambeyso ii labaysay second ku wuxuu ahaa mustaqbalka xisbiga wadani inaan dhiso waxaan ogaaday xisbiga wadani inuu afar nin oo ilmaadeer ah oo beesha dhexa ah fikirkiisa iyo wixiisa iyo istaraatiijiyadiisa ay ka fikiraan xaq waxaan noolanahay xogta uu ka waayay xaq waxaan noolanahay inaan xog helno xogta uu ka waayay Axmed Muumin Seed oo ahaa halgamaagi xisbiga wadani umaleen maayo wixii maanta ka horreysay inay hayeen rag ka dirsan gobolada galbeedku ama ay ka hayeen haddii kuwa kaasi xog ka waayay iyo kuwii la joogay kuwa iminka ku biiraya iyo kuwa iminka adkeeya isla xog kama keeni karaan xisbiga wadani waxa leeyahay waa baaq dheer baan u diray shuruuxi u baahan yahay badbaado la yiraahdo oo badbaado qaran la yiraahdo oo badbaado xisbi la yiraahdo oo golo dhexe lagu soo doorto oo dib loogu doorto madaxweyne murashax madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka haddii sida cid ku faraxsan tahay aniga cid ku faraxsan aad uma kala dheerin baa laga yaabaa dadku meel iska soo galaan waan ku hambalyeynay waxaan se u sheegayaa in ninka maanta qoslaya beriya uu u yido laakiin iminka beesha caalamka oo kale
والباهين تودن وح كل حشرتين إنه مشرحين مدحوينه إيه مدحوينه كحجين لضوت وصعدنا ضوت بعد قبتها كل كا سدي إسكو قبنا ساري ما هني وح إسكو قبنا ساري والله دورتي لما دورنكم لي يلا كين يا دورتي بس عالم قاع كنا نك والله دورتي عد بين آدم لو قدرته أو بين آدم كدرته لو قدرته عد فربنا بلو قدرته ديت كي مش جوجي مجوريتك وجي بدو عيبه كم عيبه لكن يا دورتي ديت كان دورتي ما ديت كي لو قط على جلأ إني دورتين با مش وادت هل مسج حبين إن طال الله دري هل كي مسج نفرونه شو عشان كوي الدنيا إن كوي شجعية إن بيش عالم كوي شجعية وحويان قوله هي حس بجوادني ولي لما يقليلين من تشوف فريتا هو هبلي أيام كوي شجعي هذا يو كلفته وان مين ولا بعير واروح عن سدك السعودان ولا ذن وين ما جرى حبابت ده تي أي كل يقول أيام ما سعفت وش شجعنا كنا وين ما جرى حبابت يقول ذن هذا مثلا أنا كمركز استيل كم أوران كروا وطني ده وكبح كم بيحوا وطني حق بيجي ما قيان حق يجا ما كهل ما كواي ما كان كهل أم كوايو واحد شجد وأنا مستقبل كيجا سياسة هي مستقبل مادة سياسة أن كم تلو هل كان هو جامين هنا كذا ما خش شجدون كل كسيت كويلة حقا حقا يجوا حقا كويلة باقي يجا سي ويش بدل أن كأركو أيام كأركي دون إن شاء الله تعالى وحنا إيه نقطة أنت حقا يجوا أن هري وداني أن كرفات حيشنو وداني أو سيدي أن كأدين كاركي يجي ليجا مسوق ما سوقي ليجا قريين هو أي أم أمارات كلو سميل بقول إيه اللي بيستيت إن كقفت كان هو قياسي اللي هو أي أنا نقول أوى يدي حقوق دي أن كلها بين كواي حقوق دي أقول لها سنة أوى أنا وابن أنا دعوت جارس تابع تكلم ما يبين ولي أنت عن سومالي لان دورشة كسودائي وردت كم تدب على عرنيه دت كم واحد اللي قول عرنيه 1991 بقى اللي قول عرنيه قبيل يسكت دفاع ريبل مسوى حلا لسه يا قرن مو حلا لسه يا دت ومدى واحد لصو دورنا يا دت مستقبل كوي الدين تودي دت dadku waxa fikiran ilaa waxaanu u baahanahay oo xaqiiqadu tahay oo laga maarmaan ah waxaanu u baahanahay waxaanu anfaca intaan isku sheegno haga iska dhigno kana hebel iyo kana hebel la maxaa in anfacaayo waqti haadirkan imi xisbiga kulmiye leedahay oo kale aniga ma imi kun ma horan waan sheegay waxaaba wanaagsan u qabtaan ilaa imi ka anigu wax wada hadalayno uma firin kulmiye oo socodnaa iguma jirtay ilaa imi ka laakiin hadii wadani xuquuqdeedii aw lumiye aan ka waayo meeshan ku doorsanaya way cadda أنا جيب بس هذا عندك كل عمان. وان قلت إن بدل واحد شفتها إن حسب جيني معارض كي وطني. واضح قارك يلا بقى ربو خلا فديا. ما نو والبدت باك بحيب على اللي هي. ما نو والبنا قارب سوق قريب على اللي هي. كل كاس زي وقصة ده. حسب جيني دورش ودانا يا رجل. لكن عرض دورشة كل سجى كم قيا. السنة الرجبة كم قدي. أنا كم إذا كوا كم قصة حد على قبله. وح أقسم بالله. هدي أو شرعي كسون قوي إن شرعي ودتك قبل دوني وداني لو محب حب ندي كم خص مني سيدي إن لوجع عم بدي حي دتك أنا مشرع يده وحبك أقولين الباب هذا اللورد كتاي أيانو أنا جونا وداني أوجع عم بدي حيننا ويا خلاف كوجون وحد احتاجي هاي بدومي عراق يوك بدومي حجاي في سكوب هذا أحمد مو مستد أو يسوق قاطع عشر في حسب كمعارك وداني يقول هذا رنتي dowr ciirow soo saaray isagoo safar ku tagay dalka Mareykanka xubno gudi la xasho oo soo turxan bixisa tabashada xubnaha xisbiga mucaaradka ee wadani wax ka tabanaya xubnaha soo qoray hoggaamiyaha xisbiga xirfa xajacala xasan saddexda xubnooda digreetada ku soo saaray gudoomiye xirro inay soo turxan bixiyaan qaladaadkii ka dhacay xisbiga mucaaradka ee wadani idinku raali ma ka tihiin horta mid baan ku sheegayaa saddexda xubnooda wuxuu u diray Axmed Muumisadna wuxuu ahaa kii uu gacmiyeeyay oo uga soo kaambeen garaystay da hotel Maamuus iyo New Yorkisa oo kasoo xiyay jufadisi maanta inuu cid u diraa horta ee waa isigii garaad waa ninka iska daala dhacay iska daadana hadii siiraya daal oran jiray ana ugu horeynaya ninku waan weyn in la kabuu baayeen cidii kamid ahaydna way qashay ruma ku sheegay hadii ma fahantay taasi isigii Axmed Muumisad bay dhex socota laakiin tan anigu aan leeyahay waa tii aan ku lahaa xisbinimo taasi isigii Axmed Muumisad bay dhex socota أحمد مومي سيد قرب لبعض بكل واقع قرب كيس ونقوم بلينا الله وبركاته وي. لكن شخصيات دي وحقوق شاقية حقوق دي دي اللومية يوم مدرك تي تيق وداني دتك ديبه دي يبقى ديبه كي يقدر لما جاره هبابي يقع اللوغة فرديانا ميل سارم ما تنا يقع جلعسا كنت حقوق شاقية ما لم بتف نبا قاون ما تتفتع الراق قاون
مقاونة تجيب تعيد كلنا مقاونة تفتح الرقة وين مات كل خا حالك سيد وراك وان كل شيء حال هدي قرادة حلو قول عرينا يو وحقوق دي الله سواء نقنش حسب جوداني بتبادل لور هذين هدي قرادة حلو قول لور لقول عرين وياه أو واحد لقول قنا حسن هذا حسب جوداني واحد قريني يو واحد قريني يو والله قوي قنا انت يوم بالغ ساري نهل كلو بالغريني ما تو ما لتو ركادي من زين وبلاش شكر وحلا شكر حجاب مثله حل بقى واحد كتاه أو حسب جي مكاد لير هاي وان كبحيا وان قاطع تاجر ذي ديو ام بس تاجر ذي ديو واحد ياد ويد وان كلا نقرا عطلة حسب جي ميانا ذو بعب سنين استد حسب السياسة لير كصد هذا سلمان أنا قعد إنه قطع قطع وقف كستاء إنه ترمر كلودي بدي أو ما أدري كيف رجعوا في عن حسب السياسات كقعد ساحد كجرا ولي وأحس بالرجع ضايع أبي كل سالية أحس بيرمع وأحس بكهر يأكل مية وأحس بالصواب لا بي واهرة وأحس بي أو نيكا فيصل على ورابل لا إنجنيركي إن بدن سويد بتاعنا أحس بي جنوا أحس بي بلوا وأحس بي أو جدومية كي هاي من حكومة قيب فيه وعره والحكومة أنا قيب كي هاي معارك أنا قيب كها إنه كرسور شرمي ويوحى كوع دنسا غاب كشكي قرا دحى een loogu tala galay oo ma jiraa habeebii marka waxa ku leeyahay halka id ku dhacaad ku sheegaysaa meel ka si hoose isku dhicibaana ma misanayba xaaladu seemin ku socoto hadaan dawlo heerin waye maalin kasta xubno kala xubno ka baxay xubno cusub baa soo galaya xubnahaasi cusub miina kamiisaweyn kamiisan cusreyn xubnihii hore aad adigu kamid tahay su'aal baa ku weydiinaya xisbiga kulmiye la yiraahdo horta xisbiga isku shidaan xisbiga kulmiye dadku waxay ku xantaan cadaalad xumo حزبك وكلمية عدالة حمدا أنا قد واحد أمك إن ده هي وحيان عدالة حمو قف قف مير وقاضي ما بارك إنه لكن واحد إن ده هي وحيان إنه واحد بدان ومد حاجة إن ده قصو رأيه ودوين هالنقطة حفر بدان النقطة مد حوينا هذا الكلام مرا أمك مدن السيرايو أو حلك إنتو كتنازلي لي ورنيك هم مصبي حبا فراغ وقاضي يعني واحد بدان أو قف إن بيس سوي جدا كرتا سيدو أورا كان قاضي كرايسه وأولي أورا وأولي قرر دحلو سميني inu xisbiga rubacdaaga ah ee xukuumadii haya ee indhaha dadka wax tusay in markaatiga kanaay siduu ula babax dhigi karaa dowlad waxa ka goostay dadyoogii dibadda ka yimid oo dhan maroor dilac bay ku dhafeen waan joogaano beenka jeegi ma waa laga yaabaa inay ku faraxsanay laakiin in badani maroor dilac bay ku dhafeen intii daafaha joogto dhani sida wax u dhaceen maroor dilac bay waxa laga hadlayaana maaha wax fahma axmed muumi seed baa laga helay foodka maaha taas qaabka looga helay iyo wadada loo maray weyn su'aasha labadiinu waan tartami karnaa waan ka soo horreyn karaa waad iga dambayn kartaa haddii aad iga booloshis weynaagsanaad waad iga qaadi kartaa guddiga commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland goobjoog baa u haya guddiga ururada siyaasadda ee diiwaangelinta Soomaaliland ee ururada siyaasadda iyo xisbiyada ee goobjoog bay ahaayeen xubnahaasi miyaan la soo karin waxay qaadeen xogtii saxda ahayd in doorasho xor ah oo xalaal ah ay halkaasii ka dhacday miisadeedu looga dhadhicinaya guddigii komishanka doorashooyinka iyo ururkii diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo xisbiyada Soomaaliya annagoo golihii dhexaa banaanka joogna waxna waa la doortaanay taas dadka meesha la idiin soo galay golihii dhexaa ma ahayn waxba loo sawiray sawirkun bay qaateen iyagu laakiin dadkii golaha dhexe ee lacagta laga shubay xataa كلو يا عبد كي يمد القرار هذا هو يريس إسلام نجاك وش قال تيسي بقولي أفرض دولار لا بقولي أفرض دولار كي بل كل كهرباء ماشي هنا العوق تجتي كي كي يمد أي ما درك تي بدن أنت كسر كيسا لا بقولي أفرض دولار مش بي ليه بقول أوقف أو لا بقولي أفرض دولار بالكور ما شاب واحد وأركي إني يدل ما مرا ما هنا جنا عسى كده إل كده بالقوة يروح هذا ما فهمت مركب واحد كوش شجيا وروح قابك وحلاه دور تي دور شدة سد الله ما مولاي halka inaga dhigo dadka wax doorinayay ahaayeen moqolihii dhexe ee xisbiga wadani baa ma waxay ahaayeen dad la soo kaambeen gareeyay oo hal habeen lagu keenay su'aashaasan doonayna cid la weydiinayaana waa ciro cid ka sokayso dhani waa biribi waye waa ide xisbi kasta oo siyaasadda Soomaaliland ka bida saddexda xisbiba dhibaato kasta maanta ka taagan wadani
كل مي هروق داره وعد هروق داره كل كم ميان لسولو كرين وحرقست السياسة ده حسبية الطابطة حلي بنبدأ يحرتي سمتها قريش يسونا هايس كسر نقدر ميسك وده هذا الك بدهم يعلى الله فرق أنت واضح أنت سؤال شو حقه هران كجواب حاجة دم كجواب ما حقه راحة الو وحكدة ع حسبية الشمال لنا ده وهرقاد حمدة هي بشش حمدة هي قاب درلا لماك بيشة دحيدونا يا دكتور كم مرن إيه ده واحد كله بيشة بيشة دحيد كله سياسي بيشة بحرمة سياسيين تبيشة دحي أي إيه ده كله هنا يوح ملاقان 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 ويؤدي ذن حنقاتك يقابك أديد ويسكت دورة تمانتا هنا يؤدي ذن كم جرابيان مسؤولية ده دمانتا دي لا يدخل ذلك أنا لحجة على نقاش هذين ذلك ذل وقول تلاقيين أي مارين بقى هنا يقرع عروته حزب العريامية وقول تلاقيان دل كلا واحد نقول سائن جيليشن عصبي يدد عصبي إن الله سميه دل قفكره وإن دل قفكره ما لول بما ما واحد سميني كوربشن ما لول بما يبقى سيف حارانا كويمن سياسة دين لو خرب ديار دماغ قبل بالي قبل يه بالبفول ما في مشكلة لكن قابك وحوق بدي يقابك وحلام ما مريه وقاب نعيه دل مين أنا شن إلا تنسى مين نجري شن إلا بتنسى الكذب ina ki maalinti ee madrid somaliland la yeglaalay talay imihiisa badalay sama garani haddii taasi maska haddii kala deenjoon ma noqon saa aniga way mikadan fiisib loo ku fikirsanay aniga gari imikadan xisbi loo ku fikirsanay walaw aanan xisbiga ku fikirsanay ayna noqon doonin mid ay wadaadaduna beenta barqaatiga noqdan qaar badan wadaadada dhixya ayo beenta barqaatiga waa runta ilaahay iska sheega golahi dhixana meesha wax kuma dooran wakas kulka ee ugu dambeeyay wareysigeen iyo gabagaba maxaad bulshada taageerayaashaada ah iyo hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadaniyad ugu baaqaysaa wadani waxa lagu baaqayaa in goola dhexla qabso si degdeg ah loo qabto taageerayaashaadana waxa lagu baaqayaa waqti kadib hay'ad war sugan aniga eelali aan ugu maqana ama wadaniga ay ahaayeen bay si ahan ama eelaliyadan ku maqanay baa dhugubi wadanina waan jeclaa ilaa xad wakas wadna sataa daawadeel barnaamijkeeni falanqaynta siyaasadda maanta intaasi ay noo joogo waa kamaradii Cabdi Fadax Maxamed Cabdullaahi Cabdi Fadax haytaa falsafada injineer Cabdiraxmaan Dollar aniga Axmed Diriye Cabdiriye xildhibaan badan waxaan idinku dhaafaynaa sidaas salaamun alaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh